حسين كان، شفت انا كذا راي اهلاوي بيتكلم على انه عمل مقارنه ما بين حسين الشحات اللي تنازل عن مرتب اعلى لما كان في الخليج، ورمضان صبحي اللي هو لسه ما قالش ده، يعني ما قالش ايه مبرره، لكن اتقال انه رمضان صبحي راى فضل عرض مادي اعلى من الخارج الاهلي فقرر انه يروح لبيراميدز. المقارنه اللي اتعملت دي انت شفتها ازاي؟ وهل متفق مع انه النظره لازم تكون مختلفة من لاعب لتاني، أو العرض المادي ما يكونش أول حاجة بالنسبة له؟ بص والله يعني رمضان لعيب كبير، رمضان عصبية وصاحب، رمضان لعيب كبير، ده بقول لك بيفرق معايا لعيب. بس انا بالنسبه لي انا كحسين ما ينفعش اتكلم على زميل ليا سواء في النادي او سواء بره في حاجه زي كده، والمقارنه بصراحه انا ما شفتهاش، لان ما ينفعش زي ما بقول لك اشوف حاجه بيني او بين زميلي، لان كلنا واحد، كنا لعيب الكوره وكلنا في يوم من الايام كل حاجه بتدور. دي انا ما اقدرش ابص كده، او ما اقدرش اتكلم على لعيب صاحبي زي ما بقول لك سواء في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز او اسماعيلي او فلوس او اي حاجه، دي حاجه كل واحد هي بترجع له، هو عايز ايه، الله اعلم ظروف رمضان ايه، الله اعلم رمضان فكر ازاي. فدي انا ما اقدرش اتكلم فيها، لان ما اقدرش احكم على رمضان، لان انا ممكن اقول كل حاجه واحد وليه ظروفه زي ما طبعا بتقول. زي ما بقول، انا ممكن اقول حاجه على رمضان، رمضان يزعل مني وانا ما اقصدش اصلا. فدي فاهم. انا عن نفسي انا ما بحبش اتكلم على زميلي سواء زي ما بقول لك في النادي الاهلي او اي نادي في مصر او في اي حته، لان حاجه زي كده هيرجع في يوم من الايام برضو هيزعل مني في حاجه انا ما اقصدش فيها، او انا حاجه مثلا عايز اكسب بونت عند حد. فدي انا سامحني انا ما اقدرش لا اتكلم بالعكس، فيها. ده دي حاجة أنا بحترمها جدا بس في واحد زيك يعني، وكمان تحديدا إنه اللي بتقوله في التلفزيون هو نفسه اللي بتحققه أو بتعمله بره التلفزيون، ودي حاجة تحترم جدا الحقيقة حسين. بس فعشان كده بقول لك، فانا ما انا زي ما بقول لك انا كل واحد ليه عنده ظروف، انا ما اقدرش اتكلم على رمضان. ده في الاول والاخر لعيب كبير، لعيب منتخب مصر، لعيب نادي، كان في نادي الاهلي، دلوقتي في بيراميدز، ربنا يكرمه ان شاء الله، كل واحد ربنا يكرمه، كل واحد يبقى عارف هو عايز ايه. بس طيب.